والله كنت نتفرج توا في مناصري قيس سعيد اللي خرجوا، قالك ليلة تدخل الأجنبي. والله متحايلين عليكم، والله متحايلين عليكم. ريتك 8.8% اللي خرجت فيهم شكون مخلص من الدولة بيدها. احنا مساسين بيكم، راه من عهد بن علي معناتها كانوا عنا ناس قفافة، ناس تبابلية، ناس زغرت، ناس الطب. الوقت اللي عندك ناس أخرى مع تونس أخرى ومع تونس القانون وتونس المؤسسات وتونس خير من البلدان اللي مشيو نحرقوا لهم. كنتوا وقتا انتوما النوع نتاعكم تصفقوا وتطبلوا، معناتها كنا نعرفوهم الناس الكل في التجمع النوع هذي في الحوم. انا متربية في حومة شعبية ونعرف اش نحكي. نوع نتاع العباد هذي جماعة القفة كلي تهز القفة كم كوا مش الخضار وهي مش المركز باش تمشي تصب بفلان وبفلتان. والناس الاخرى اللي اليوم قاعد يتم التعدي عليها هي الناس اللي كنت تتكلم ضد الشيء هذا، هي ابناء الثورة نتاع اليوم، هي احرار وحرائر تونس. واضح؟ دونك تسيبوا بيدكم اللي تخلصوا فيهم واللي ما ممسكن على قدهم بسطاء في مخاخهم قاعدين يتحركوا يسخروا في روحهم يحاميوا على الوطن. ليلة التدخل الأجنبي، والله استنيت البارح كنت نعمل فيديو قلت نخرج أبخي لا مانيفيستاسيون بور فوار سكو سي يا خويا. كيما قلت لكم أنا في باريس آخر مرة خرجت نلقى معناتها توانسة ضد توانسة، زوز هزين العالم التونسي، زوز يحكيوا على دولة القانون، زوز يحكيوا على تونس حرة حرة وتونس الفوق وديمقراطية وعالمها يرفرق الكلهم كيف كيف. معناتها فرنساوي ألماني جابوني متعدي يشوف فيه يقول لك هذوما خابطين زوز فيه. زوز هزين نفس الشعارات ونفس الأعلام. ما الذي يحدث؟ سيك فما شكون مش فاهم القضية في الآخر. بكل لازمنا نكونوا مع بعضنا في الاخر، بكل كنا وطنيين نحبوا بلادنا بلاد اخرى. لكن اللي نحكيو فيه ما كنتش فاهمين، وسك فما ناس طايحه في فخ منظومه دنيئه وستحاسب، منظومه مجرمه وستحاسب على اللي تعمل فيه اليوم، اللي ظنت في يوم ما انه رجعت لها السلطه. ما رجعت لكش السلطه، المنظومه البوليسيه القديمه انت بن علي اكل عقلية ذيك. حتى اللي غلطت بن علي واللي خرج بن علي قال عليهم غلطوني، اكل الفسدة وكل مصالحية اللي في الادارة اللي خرج بن علي قال غلطوني. عرفتم كلي بن علي يدخل يعمل له سيد رئيس توفا بيان سيد رئيس كل شيء سي بون سيد رئيس انا كل شيء ما نتصرفوا فيه جاونا به سيد رئيس تنكيت با. المهم ما تتفجعش ما تتغشش ما تتقلقش يا سيد رئيس، احنا كل شيء نديروا فيه وما يديروا في حد شيء. تعرفوهم وعرفتوهم مشاهدين عليهم توانسه كامله، كوك سوا مع قيس او ضد قيس او معارضه او اللي مع او مع اللي يحكم او اللي تحبوا، الكلكم مشاهدين على شنيا كانت الاداره وشنيا كانت التعامل مع المواطن. اليوم قاعدين نحكيوا على تعديات صايره في بلادنا، قاعدين نحكيوا على ضد التدخل الاجنبي. انا بيان داكور كلنا راهو ضد التدخل الاجنبي. انا اللي عيطوا لي تو صبيحيه ارجعوا مش تيك توك خاطر توا جيتكم انا في تيك توك، ارجعوا الفيسبوكي وارجعوا لفيديوهاتي 2018 و2019 وشوفوا الفيديوهات نتاعي اللي انا عملتهم وقت اللي سماوني باخوان جاية على خاطرني خرجت نحكي على افكتيفمون المنظومه القديمه واللي كونترا اللي عملتهم مع المستعمر اللي قاعد تخدم فيه المستعمر حتى اليوم. هما الصبيحيه صحاح اللي اليوم كيف كيف الصبيحيه نفسهم اللي قاعدين اليوم مسكرين البحر يخدموا حراس ليجيون دونور، وهذه رسالة لهم. الشعب التونسي البسيط مش باش يفهم شنو نقصد بليجيون دونور، وأعي جيدا ما أقول. تخدموا كم دي ليجيون دونور عندهم، جنودهم بيدقهم يخدموا بيكم باش يطيشوا لكم شوية فوتات. فازي خذ عليا العمل القذر والجرائم اللي باش تصير في البحر الإقليمي أو الدولي خذها أنت على عاتقك. شكون اللي طيح في العالم التونسي والراية التونسية؟ شكون اللي قاعد يتصرف في التصرف هذايا ولا اللي قاعد يجي يقول انا ضد اللي قاعد صاير وانا ضد اللي باش تونس غدوه باش تاكلوا في راسها؟ انتوما ظنا منكم عندها اللي قاعد صاير اليوم في تونس. تو مثلا ابخي الاتفاقيات اللي صارت مع ميلوني، اوكي ما نعرفوش شنو المحتوى نتاعها ككل، اوكي لكن قاعدين نشوفوا في ناس الحرس الوطني قاعد يحرس في البحر. مع كل احتراماتي معناتها مع كل احترامي للحرس الوطني مانيش نحكي هو يطبق في الاوامر، نحكي على السياسه المشروع السياسي للسيد هذايا في الثنايا هذايا. اش قاعد يعمل؟ قاعد يحرس في البحر باش يخدم سياسه ميلوني
نتاع اليمين المتطرف نتاع ايطاليا، هذا اللي قاعد صاير. ماكمش فاهمين، ميلوني ما عادش تنجم الشعب الايطالي او الشعب الاوروبي، الشعوب الاوروبيه ككل ما عادش عينها بالمهاجرين، ما عادش كثروا لها المهاجرين. نحكي على اتحاد اوروبي، مشيو حلوا جغرافيا وشوفوا تونس قديش. دونك كوني نحكي على ناس تدير في دوله، الدوله في ديها هي فقط اي قيس سعيد وحكومته، مش عارفين ينظروا في الموضوع عقلانيا. لو عندك فلو كبير عندك ناس هدم عليك، الجزائر مفتوحة حدودها على تونس، معناتها الناس هدمة وبشهادة نتاع النطق الرسمي للحرس الوطني، قال لك عندنا 21,000 مهاجر في الأربع شهور هذوما اللي فاتوا. أي أنه أحسب أنت وباش تتزيد لك الأرقام، على خاطر أوتوماتيك ما يبدو يعرفوا الناس أنه ينجموا يحرقوا سيبوا مسيبة ثنيرة وباش يتسيبوا، كما صارت في وقت من الأوقات على صربيا إلى آخره. 21,000 في أربع أشهر، مش يوليو لك دوبل في الأربع أشهر القادمين، مش يوليو لك تريبل في اللي بعدهم. وعندك ناس قاعدة حكومة وسياسيين قاعدة تتقبط، ومهبطت لي جماعتها قاعدة جوست تصفق ليه، وقاعدوا سايبوا الرئيس يخدم، مش قاعد يخدم الرئيس، مسيب الحدود الجزائرية، قاعدين داخلين لنا بالألاف وبشهادة منهم، والحرس الوطني كما قلت، والحرس الوطني ما عنده حدا دخل، قاعد جوست يطبق في الأوامر هذيك خدمته. لكن سياسيا الرأس المدبر اليوم اللي قاعد يحرك في الامور السياسيه مش قاعد يعمل، قاعد يخدم مش فقط حارس على ايطاليا، مش فقط حارس، بل تعدى للمرحله الثانيه. اليوم في الصحافه اللي في الصحف الايطاليه قاعدين يحكيوا على رصد تحركات تونسيه على في البحار الدوليه، معناتها تعدينا اللي ما عادش ولينا خدام عند ايطاليا. يريد كي يقولوا لك راك قاعد تخدم وحدك، وراي اكبر غلطه اليوم في العالم انك تخدم وحدك. الناس القويه والدول القويه تخدم بمجموعات وبناس مختصه تتحط باش تفكر المساله سياسيا واجتماعيا وبسيكولوجيا والهم اللي تحب عليه الكل. تخدم وحدك، قعدت في نظريه المؤامره، ليه ماهيش نظريه مؤامره، راهم من فشل الى فشل الى افشل، حاطيننا اليوم في خطر، قاعدين تخدموا فيهم، قاعدين كيما قلت لك ليجيون دونور عند ايطاليا والاتحاد الاوروبي، والشعب التونسي اليوم حطوا انت في خطر. هذا الناس لازم تسمعوا الكلام هذا. شنو ليلة تدخل اجنبي؟ شكون اللي دخل في الاجنبي عاد سيدكم؟ شكون اللي قاعد يخدم في الاجنبي عاد سيدكم؟ صبايحية ارجعوا للتواريخ باش تفهموا انه الناس هذيا حياتها كاملة واقفة مع القانون وواقفة مع الحقوق والحريات، مش لان راهو نسمح لنا برشا، بل لان تعلمنا وتربينا نكونوا احرار ونقولوا كلمة الحق، ونعرفوا انه غاسيونيل ما باش نجموا نقدموا لازمنا نوليو دولة قانون ومؤسسات، مش دولة تعذيب ودولة باندية ودولة مافيوز كما صاير اليوم. سلام.